من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى طهران مروراً بجنوب بغداد، سلسلة غارات واغتيالات تشي بتصعيد عسكري خطير في الشرق الأوسط منذ ما يقارب 300 يوم من الحرب العدوانية على غزة، مشهد قد يوسع الصراع على المستوى الإقليمي وربما أبعد، رغم الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإبعاد شبح الحرب الشاملة عن المنطقة. بعد ساعات على انتهاء مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التي حضرها 70 وفدا أجنبيا بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، استهدفت إسرائيل مقر إقامة هنية في طهران ما أدى إلى استشهاده في الحال، وسط تضارب الأنباء بشأن طريقة الاستهداف ما بين الحديث عن هجوم من خارج حدود البلاد والقصف بصاروخ محمول جوا. اغتيال هنية يأتي أيضا بعد ساعات من ضربة وجهتها إسرائيل إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، معلنة قتل فؤاد شكر مهندس القدرة الصاروخية لحزب الله والرجل الثاني في الحزب بعد أمينه العام حسن نصر الله، وإصابة العشرات في غارة قالت تل أبيب إنها رد على هجوم مجدل شمس الذي اتهمت الحزب بتنفيذه رغم إعلانه البراءة منه. وما بين بيروت وطهران أودى هجوم ليلي على مواقع تابعة للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر ببغداد بحياة عدد من المنتسبين وأصابت آخرين إثر ضربة نفذتها الولايات المتحدة بطائرات مسيرة بحسب ما نقلته رويترز عن مسؤولين أمريكيين، ما دفع الحكومة إلى الرد ببيان عسكري اعتبر الهجوم جريمة نكراء واعتداء سافرا وتجاوزا خطيرا يقوض كل الجهود والآليات وسياقات العمل المشترك لتحويل العلاقة إلى ثنائية بين العراق والتحالف الدولي لمحاربة داعش.